النهارده هنعمل مع بعض اجمد كنتاكي بطريقه سهله جدا وعلى طريقتي بقى. يلا بينا. انا سرقت دول من جهازي ها عشان اعمل فيهم. هو حد يقول لماما ان شاء الله ما تشوفش الفيديو ده. يلا بينا. عندي فرخه هنا قطعتها 12 قطعه، غسلتها كويس وانا بحب اشيل الجلد، وفتحت ما بين العظم بالشكل دوت، ومن الاخر انا روقت على الفرخه، فانتوا روقوا على الفرخه عشان تروق عليكم. بعد كده غسلتها تاني، هتبلها بقى معاكم. ضفت هنا جنزبيل وبصل بودر وملح وفلفل اسود وبهارات وكركم وبابريكا وزعتر، وهضيف البيكنج بودر عشان يسوي لنا الفرخ من جوه. هقلب المكونات الجافه مع بعض، وهضيف كوبايه من اللبن مع ميه بصل ومع بيضه. هقلب بقى مع بعض، وبعد كده هضيف على طول الفراخ بتاعتي تتبل، وهسيبها في التلاجة يوم كامل، وهغطيها بالاسترتش عشان ما فيش اي حاجة من التلاجة تكرف عليها خالص. هعمل بقى الكفر الخارجي معاكم، كوبايتين كده من الدقيق مع كوباية من النشا مع كيس بيكنج باودر، وهنقلب المواد الجافة دي مع بعض. هنضيف لها بقى التوابل، توم باودر، بصل باودر، كركم، شطة، ملح، مرقة فورية، بابريكا. هنقلبهم بقى مع بعض. هنجيب هنا الفراخ اللي احنا سيبناها يوم كامل في التتبيلة، بننزل على طول في الدقيق والنشا والمكونات اللي احنا عملناها مع بعض. بعد لما بغلفها بالشكل دوت بحمرها على طول، او ممكن اعمل الخطوه ديت انا بحبها جدا، بنزلها تاني في الخليط واقوم راجعه تاني للدقيق، وبعد كده حمرها وبتطلع معانا بالجمال ده. جربوها واستنى رايكم في الكومنتات. بحبكم.